سؤال العقدة، انفصال والدك ووالدتك وانتي طفلة صغيرة، عندك عقدة منه لما كبرتي؟ لا، عشان أمي ما حسستنيش بده خالص خالص. يعني شوفي، أنا بقولك ما اتولدت وما كانش موجود أبوي، فهي ادتني الأب والأخ والأم والأخت والصحبة، كل حاجة في الدنيا كانت بتديها لي، من حنان، من رعاية، من أدب، من أخلاق، من تواضع، من كل حاجة ممكن تتخيليها. إذا كنت أنا في أي حاجة فيا ممكن تبقى كويسة، فده كانت من أمي. عشان كده ما عنديش أي إحساس بعقدة تقولك بتحب راجل كبير عشان فقدت أبوها مش عارفة إيه. لا لا لا، ما عنديش دي. عمرك روحتي لدكتور نفساني؟ لا خالص. ليه هروح له ليه؟ فكرتيش؟ أنا مش ما فيش حاجة أثرت عليا لدرجة إن أنا يجيني اكتئاب ويجيني لا، مش أنا قلت لك من شوية لما حاجة بتضايقني أو زعني برميها وماليش دعوة بيها، خلاص انساها. يعني أي مرحلة حزن أو فترة اكتئاب أو لا، حزن ما حزنتش في حياتي غير على أمي بس، لكن مفيش أي حزن تاني؟ لا 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 لا، ولا كان حاجة تهزني قد أمي، بس هي كانت كل حاجة في حياتي. هي لما راحت ده الحزن الحقيقي اللي كسرني ووجعني، بس ما وصلتش الاكتئاب لأن أنا ست مؤمنة وعارفة إن هي عند ربنا، وده يعني إحنا كلنا هنروح في المكان ده، إنما البعد والفراق هو اللي تعبني بس.